السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو هو جايد للأطباء المقيمين الجديدين، وين راح يقرون أطفال أو شلون راح يقرون أطفال. مثل ما تعرفون أطفال شوي هو علم يختلف عن الأدلت، وإحنا بكلياتنا وبالتركيز كان أكثر شيء إحنا على الأدلت ميديسن، فالأطفال يحتاجوا رعاية خاصة. أول شيء شباب، أول ما نقرأ عن الأطفال نقرأ عن أهم موضوع، واللي هو قليل الحدوث بس هو أهم موضوع عندنا بالأطفال، هو الـ Neonatal أو Child Resuscitation، يعني CPR مال الكبار. لانه هذا الموضوع كلش مهم. مثلا يجيبوا كان يونيت يقول لك الجديه جابته او جده جابته وصار ازرق، او تشوفه انت عنده بالص وما عنده ريدنج، فانت شلون راح تتصرف وياه؟ افضل طريقه تقرا او حتى تتعامل ويا هذا الموضوع انه تقرا فيديو دكتور نصرة العطار، هم اكو فيديوهات اثنين راح احطهم بالوصف ان شاء الله، وياها تقرا كتاب يسموه البالس هاند بوك. فالكتاب كلش صغير كلش حلو، به هواي صور يوضح لك شلون تتعامل ويا هذا الموضوع. يعني انت هم يجيك الطفل الرست وانت تفكر قد جربت ادرانين، قد اعطي سي بي ار، شلون استخدم الامبوبال، لا لازم انت الموضوع مضبطه كلش هواي، لان يعني هذا يعتبر اهم موضوع بالنسبه لك. النصيحه الثانيه احب انصح لكم انه الاطفال الشباب نوعا ما الكيسات الروتينيه اللي بيه اكثر من الكيسات الروتينيه اللي تشوفها بالباطنيه والجراحه. يعني انا حسب ما شفت انه يعني اغلبيه الكيسات يجون نفسهم كانيو كروتيتر المقدامه، شلون تعامل وياها؟ مو كمستوى يعني سينيور او بيرمنت او لا كائن البروتيتر. اغلبيه الكيسات شفتها هي كيسات نفسك متكرره وتنعاد عليك ويا مرور الوقت. فضروري كلش النصيحه الثانيه والثالثه نطبقها حتى نضمن هذا الموضوع. النصيحه الثانيه اللي اريدها انه القنوات الثلاثه كلش حلو شرح الكيسات الكامل، يعني سكوربيون بايت مثلا، دي كي اي شلون تتعامل ويا فيفر، شلون تتعامل بيش الطفل اللي هو تشستي او عنده تشست انفكشن. فكل الشغلات احنا تقريبا يوميا نشوفها بالطوارئ. فاكو في الكيسات تقريبا نقول كمان او كلش يعني اغلبها ثابته او بثوابت نقول، هاي ضروري تعرف تتعامل وياها. فهاي القنوات الثلاثه راح احطكم اياها بالوصف ان شاء الله، بيها كل هاي الكيسات كمان يمتى ممكن نشوفها بالطوارئ. اما بخصوص النصيحه الثالثه، الاطفال شباب عندهم كومبلين يختلف عن الكومبلين اللي نشوفها بالادلت. ما يقول لك اني مخنوق، لا اكو اشياء كلش غريبه. مثلا يقول لك طفل اجى عنده مثلا بس يبكي، جابي ابوه ما بس يبكي، قال ما يجيك الفجر بس يبكي ما يخلينا ننام. طفل له كان نايم جوا عليه لقوا ازرق. فطفل له يقول لك شارب مي الراس. هاي مصطلحات او شغلات انت ما متعود عليها بالباطنيه والجراحه. فهاي الشغلات وين راح تلقاها؟ راح تلقى جزء شيء من عندها، او راح تلقى تسال عليها لما تداوم ويا المقيم الاقدم او تداوم ويا السينيور بالاستشاريه. يعني حاول تفرق لك كم يوم تروح تداوم بالاستشاريه مال يعني المسائيه مال بيرمننت او مال الصبح ويا السينيور حتى يعرفك او يعلمك هذه الامور. فهي شغله مهمه. اضافه الى ذلك الدوزز اوف دراجز، جرع الادويه. الاطفال بهواي جرع ادويه مختلفه خصوصا الشرابات، اذا تجي تدش المريض مثلا تطيح على شراب ضروري تحسب الجرعه مالته حسب الوزن مالته. فهاي ما راح تتعلمها، ما راح صعب، ماكو فد يعني فد شيء سهل تتعلم عليه بسرعه، بقدر ما تداوم ويا سينيور او بيرمننت يعلمك على الشرابات شلون تصير مثلا، وبقيه الجرعه مع الادويه. النصيحه الرابعه يعني انه كتاب اوكسفورد ايمرجنسي ميديسين كلش حلو شارع موضوع البياتريك ايمرجنسيز، فهم يعني انصح انه تقروه. وخاصه مضمن لك الشغلات الجراحيه بالاطفال، يعني اذا حداوم مثلا مستشفى بها مستشفى عامه مثلا حيجوك بها اطفال سيرجيكال وميديكال مثلا هيد تروما بالاطفال، فهم شرح كان الموضوع بشكل حلو. النصيحه اللي قبل الاخيره، اكو رابط سويتها الدكتوره راند عندنا مقيمه قدمه بمستشفى ابن بلدي بصوره كلش حلوه، بيهم نفس الشيء اعاده الكيسات كمان واعاده الدوزات، صور كامل الدوزات تحفظوها وتتعلموها. حط لكم رابط جوجل درايف بهاي، انا جمعتها كلها صور رابط جوجل درايف، طلعوها من اقروها. والله الصور ما مرتبه صراحه بهذا الدرايف، بس اتمنى تقرونها كلش مفيده وكلش ساعدتني اني. النصيحه الاخيره انه اللي راح يداومون يونيثولوجي راح يداومون خدج، او كتاب هذا مثل ما تشوف بالصوره هو دكتور حافظ بالابن بادي مسوي سينيور، كتاب كلش حلو كلش جايد حلو لك انت كاول يوم تداوم شلون تتعامل يونيت، شنو الكومن بروبلمز يشوفون يونيت، مو شرط تداوم بيونيت لا كبالطوارئ، مثلا يجيك طفل عنده جونز شلون تتعامل وياه، طفل نيونيت شلون راح تسبب فلود لا تعطي فلود، شلون راح تمشي كمان انتي بايوتكس له مثلا فلاجيل وغيرها. فالكتاب كلش حلو شارح لك المواضيع مال نيونيت الخدج فوت شيء كلش كلش يخبل. يعني اتمنى يكون هالكتاب متوفر والناس تعرف بيه، يعني صراحه كلش حلو وشكرا جزيلا.